مجلس الوزراء يتخطى أزمة توقيع المراسيم، والحكومة أسيرة أهالي الأسرى. في الخاص، البيئات الحاضنة بحاجة إلى حاضنة. سوريا صاروا أحسن منها، بدك أكثر من هاي. في بكفية أيضا، لا حديث في الرئاسة. سنسعى مع الشيخ أمين للوصول إلى إطلاق ربما مبادرة متواضعة. داعش تحاصر قرى كردية شمالي سوريا، والكردستاني يعلن النفير. صباح الخير. تجاوز مجلس الوزراء مسألة توقيع المراسيم وقرر على ضفة النازحين عقد جلسة خاصة في شأنهم، فيما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل من الجلسة وقبيل مغادرته إلى نيويورك أن لبنان حريص على دعم الحملة الدولية ضد الإرهاب مع تحييد نفسه عن المحاور والصراعات بين الدول. وفي جلسة مجلس الوزراء قدم رئيس الحكومة تمام سلام شرحا عن لقائه بذوي العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية، على أن يصل إلى بيروت اليوم وفد قطري لاستكمال النقاش الذي بدأ في الدوحة. الجلسة في بنودها الإدارية مرت بلا كباش بعد وساطات وزارية. قد يختلفون في مسائل تنظيمية عابرة، لكنهم متفقون على المرسوم الأهم المسمى التمديد، وما اعتراض سائر القوى السياسية إلا تسليم بولاية الأمر الواقع والخلافة النيابية المقبلة، وبقية التفاصيل لا تتعدى إلهاء الناس. ومن مسار معارك الخلافات وصولا إلى التمديد، صفقة لا صفقة، الحريري يريد الرئاسة قبل التمديد، وزارة الداخلية استعداد لا استعداد، مجلس النواب وتشريع الضرورة، السنيورة عينه على 11 مليارا وحتمية إلغائها قبل الشروع في أي تسوية. هذه عدة النصب وملاذها الآمن، وعلى جوانبها تنوء تحركات فرعية لا تغني ولا تسمن من رئيس، وبينها مشكورا حراك النائب وليد جنبلاط باتجاه المرجعيات ذات الطابع الرئاسي. مجلس الوزراء قرر عقد جلسة خاصة بالنازحين ووافق على نقل بعض احتياطي الموازنة إلى عدد من الوزارات. ما أن بدأ مجلس الوزراء جلسته في السرايا حتى وقع الخلاف حول رفض وزير الاتصالات بطرس حرب إمضاء المراسيم، ما يعطل عمل الحكومة بحجة عرقلة وزيري الخارجية والتربية لمرسوم وزارته المتعلق بتفاصيل حول تعرفة الاتصالات والشركات المشغلة، إلى أن دخل على خط الوساطة كل من الوزراء وائل أبو فعور وحسين حش حسن وسجعان أزي، فحلت قضية المراسيم وبقي الإمضاء على مرسوم الاتصالات معلقا إلى الجلسة المقبلة بغية طرح التعديل الجديد على طاولة المجلس للمناقشة. عدا عن ذلك، لفت وزير الإعلام في نهاية الجلسة إلى أن الحكومة تبذل كافة الجهود لإطلاق العسكريين المخطوفين. أولا التأكيد على استمرار العمل بالمرسوم المتعلق بتعديل وتخفيض رسوم الانترنت، والطلب إلى وزير الاتصالات صياغة اقتراحاته المتعلقة بتطوير قطاع الاتصالات في إطار مرسوم، ورفع هذا المرسوم إلى مجلس الوزراء لإعطائه مجراه القانوني توصلاً لوضع حد لهذا النزوع وإمكانية إنشاء مراكز تجمع للنازحين. وبنتيجة التداول بهذا الموضوع قرر مجلس الوزراء عقد جلسة قريبة تكون مخصصة لموضوع نزوح السوريين.
وفي معلومات الجديد أنه تم سحب مشروع الخيم الجاهزة على الحدود اللبنانية السورية لإيواء أكثر من 30,000 نازح سوري. فبحسب تعبير أحد وزراء 14 من أذار أن هذا المشروع ولد ميتا. أما في موضوع موافقة لبنان عبر وزير خارجيته على الحلف الدولي ضد الإرهاب، علمت الجديد أن وزراء حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي لم يسجلوا اعتراضهم على هذا الموضوع، بل أبدوا قبولهم بأي وسيلة لمحاربة داعش، معتبرين في الوقت عينه أنه تبقى ضرورة في مناقشة التفاصيل. حصر مقاتلو داعش مدنا كردية في شمال سوريا بعد الاستيلاء على 21 قرية في هجوم كبير، ما أطلق دعوة لحمل السلاح من جانب أكراد تركيا. وجاء الهجوم على مدينة عين العرب المعروفة لدى الأكراد باسم كوباني بعد يومين من قول جنرال أمريكي كبير إن المعارضة السورية قد تحتاج المساعدة من الأكراد السوريين للتغلب على الدولة الإسلامية. وقال نائب قائد القوات الكردية إن الاتصال مفقود مع الكثير من المواطنين الذين يسكنون في القرى التي سيطرت عليها داعش، وأضاف إن التنظيم المتشدد يرتكب مجازر ويخطف النساء. وأصدر مقاتلو حزب العمال الكردستاني دعوة إلى الشبان في جنوب شرق تركيا للانضمام إلى المعركة في شمال سوريا. وأظهرت لقطات نشرتها جماعة حماية الشعب، وهي أكبر جماعة كردية مسلحة في سوريا، مقاتلين أكرادا يتصدون لدبابة ترفع الراية السوداء لتنظيم الدولة الإسلامية غربي كوباني. ومقاتلو الدولة الإسلامية أصبحوا على الحدود اللبنانية. تحقيق يمنى فواز. ذات جلسة وبعد خروجه من مجلس الوزراء، رمى وزير التربية الياس أبو صعب بورقة الخطر الأسود وقال إن موضوع عرسال أخطر وأكبر بكثير مما نعرفه، ناقلا عن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن داعش أصبح على الحدود وعدده بالآلاف. أيام على هذا الكلام وبدأنا نتلمس الرايات السود على حدودنا، لكن من أين جاءوا وكيف وصلوا إلى الحدود اللبنانية للالتحاق بمقاتلي القلمون وجرود عرسال؟ الخطوط الممتدة من أماكن تجمعهم وصولاً إلى الحدود اللبنانية قد تبدو مستحيلة بالمنطق، خصوصاً أن المناطق التي جرى اجتيازها تقع تحت سيطرة النظام السوري، إلا أنه في الواقع هناك خطاء إمداد سالكان لوصول المقاتلين من الدولة الإسلامية. الخط الأول وهو الذي جرى تداوله بين الأجهزة الأمنية والسياسيين. توجه المسلحون من محافظة الرقة، وهي المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وفيها العدد الأكبر من مقاتليه، إلى منطقة خناصر ثم إلى طريق السلمية في حماة، وصولاً إلى بلدة سكرة في حمص، سالكين واحدة من هذه البلدات في حمص أيضاً، القريتين أو مهين أو صدد، وتؤدي جميعاً إلى دير عطية حيث وصل المسلحون، وهي بلدة حدودية تقع بين جبال القلمون وسلسلة جبال لبنان الشرقية. وهناك خمس نقاط مقسمة بين الدفاع الوطني السوري والجيش السوري، ومن هناك إلى سلسلة لبنان الشرقية. خط الإمداد الثاني الذي قد يكون سلكه المسلحون هو الحدود العراقية السورية، يبدأ من معبر بوكمال حيث تسيطر الدولة الإسلامية على هذه النقطة. ولابد من الإشارة إلى أن توافدهم جرى منذ أسابيع، أي قبل قصف الجسر الذي يصل العراق بسوريا، ثم توجهوا إلى البادية السورية على أطراف تدمر وصولاً إلى درعا في محافظة حوران، فعدرا العمالية التي تقع على تخوم الغوطة الشرقية التي كانت تقع تحت سيطرة المعارضة ثم سيطر عليها الجيش السوري، فوصولاً إلى داري المنقسمة تحت سيطرة كل من النظام والجبهة الإسلامية، ومن داري إلى وادي بردة في دمشق، ومنها إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية. كل الخطوط سواء من الرقة أو من بوكمال أدت إلى الحدود اللبنانية، وإن استغرقت أسابيع إلا أنها الممرات المتاحة الوحيدة التي يستطيع أن يسلكها الرتل العسكري للدولة الإسلامية في أمان. وها هم الآن آلاف المقاتلين باتوا واقعا على حدودنا. بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان وحدة حال على ألا تتحول إلى انفجار. تحقيق نوال بري. ما عادت أعباء النزوح السوري على لبنان محصورة في خانة ما وصف بالعنصرية تجاه أشخاص هربوا من الموت والتشرد والحروب
وهذه هي حالهم لا بل أسوأ في أحيان كثيرة. اليوم أعباء النزوح وصلت تبعاتها إلى غرف أخرى في الأمم المتحدة، فإذا بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك تزور لبنان مستهدفة هذه المرة المجتمعات اللبنانية الفقيرة المضيفة للنازحين. وفي مقابلة خاصة بالجديد خلال زيارتها السريعة التي ضمت البقاع والشمال، تخوفت كلارك أن ينفجر الوضع في هذه المجتمعات قريبا. What we say is there is a particular challenge right now in Lebanon. The Lebanon's stability when around it there is huge conflict and despair. This country's stability matters. And relatively modest investments in poor communities which are bearing the brunt of the refugee crisis is part of guaranteeing stability, of seeing that tensions don't boil over. Well, I think it's important that the approach is not one based on charity. It's got to be a development approach. There are very cost-effective things that could be done to invest in the poor communities to increase their capacity to be resilient and stand on their own feet. And that's what we're about. Do you think that the conflict might rise between the refugees and the Lebanese host communities? This is what we have to work very hard to prevent. So it's very important that host communities not feel that they are worse off than people who are coming in. Looking at these informal tented settlements with the Syrians, that we were looking at the poorest of the poor of the Syrians. And your heart goes out to them. ولأنه لا فرق بين لبناني وسوري يعيش أوضاعا مأساوية، كان لابد من زيارة هذا الحي في منطقة المرج في البقاع والذي يبعد من مخيم للنازحين مئات الأمتار والحال واحدة. ليس هذا مخيماً مؤقتاً للاجئين هاربين من الحرب في بلادهم، ولا هذه بخيمة للجلسات الصيفية، بل إن هذه الأخشاب صنعها لبنانيون كمنازل لهم لعلها تقيهم صعوبة الحياة. وإن كان صاحب هذه الخيمة غائباً يبحث عن لقمة عيش، فإن والده واثني عشر فرداً من العائلة يعيشون تحت سقف من الأترنيت أو التوتيا. إذا بشيت نعمل له النار نحن. الله وكيلك يا عمي حتى ما يشرش علينا. وشو بدي والتعتير وش حار. يعني السوريين صاروا أحسن منا هان. بدك أكثر من هاي؟ لا يا أحسن. لا يا أحسن. لا ماي عني. لا اكل لا شيء لا شيء يعني لا كهرباء. ما حدا بيشتغل بالبيت؟ ما بيروح ما هاولدنا عم بيروح على شغل لهم شغل، مين عم بيشتغل؟ مين عم بيشتغل؟ السوريين بيكشون وبيجوا. 82 سنة صار عمر بدي روح اشتغل. دواء ما فيش معي اشتريه. بقعد ببرم عند الجيران مين عنده حبة دواء لأخذ. والله هيك عم بتصير. ما فيش مساعدات من حد. ما بتروحوا مستوصف مثلا بتجرب منروح ما فيش بيقولوا لك السوريين ابدا من اللبناني. وهنا يقطن الحاج قاسم مع زوجته، لا يجد احدا يتكئ عليه بعدما حرم اقل النعم. من الله من العالي وبيصيرنا منيح وما بيصيرنا ما منيح. ما في عندكم اولاد؟ ما عندكم؟ ما عندنا الا رحمه الله. قبل انت ما كنت تشتغل؟ قبل بالاول بس لو كنت بشتغل كنت مش عايش حد الحمد لله، بس هسه انضربت استنضربنا الحمد لله. يعني إذا صرنا منيكم ما صرنا ما منيكم. إن الله يا بنت الحنين والله إن الله. وعلى بعد حي أو أكثر نازحون يرزحون تحت قسوة الفقر والحاجة، ويقولون لإخوانهم اللبنانيين الأفقر حالا في بعض الأحيان يا ليت حالنا أفضل لنقف إلى جانبكم. نوال بري، قناة الجديد. اعتصام لأهالي العسكريين المختطفين أمام السرايا الحكومية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم وتسريع المفاوضات. قبل انقضاء مهلة 24 ساعة موعد تنفيذ داعش تهديدها بذبح أحد جنود الجيش اللبناني المختطفين، نزل أهالي العسكريين إلى ساحة الشهداء ومنها إلى ساحة رياض الصلح في مسيرة رددوا فيها شعارات منددة بمعالجة الحكومة لملف أبنائهم، مطالبين بتسريع المفاوضات لإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن. صرخات الغضب كانت واحدة بين الأهالي الذين جاءوا من البقاع والشمال وسائر المناطق. دم الشهداء راحوا برقبتهم، وأي شيء مش نقطة دم إذا بتروح من الشباب، إذا شعرة بتهرم من تقول المربية بتصدبهم،
ما رح يكون رحمهم. أنا أخته لأحمد عباس يستحوا على زوقهم، لو أولادهم ما بيقعدوا بالحكومة بيروحوا بجبور يستحوا بقى، هن اللي عم بيقتلوا على الكراسي، مانن عم بيقتلوا على أولادهم. نحن من رشايا الوادي، في عندي اثنين ابن خيي وابن أختي، ميمون جابر وناهب وقلفوني. نحن طولنا بيننا كثير، أكثر من هيك ما عادش فينا نطول بيننا. نحن أخذنا وعود، أخذنا كذا، ما استفدنا شيء، لا ولا وعد نفذوه ولا وعد زعد. متأمل من تمام بيك إنه حللنا هالشغلة، وإلا نحن رح نصعد الأمور أكثر ما هي بتتحمل، ونحن رح نعمل عصيان مدني ساعتها، واللي بده يهدي يهدي هذيك الساعة. ابني دركي. نعم. مين ابنك؟ رواد بدور همين، من طالب الحكومة، اليوم قبل بكرة بنا أولادنا. نعم. الشغلة معلقة بالسجن الرومي، يا خيي فلتوا لهم كل سجن رومي. أو نحن بننزل على السجن الرومي بنفتح السجن بإيدنا، لأنه بدنا أولادنا. كل ما بيروح مشوار دولة الرئيس بكون تعرفوا التفاصيل، هيدي أمور نحن بنعرفها نحن والأهالي. أما إنه نحن كل شيء بدنا نعمله هلا كان لي وعد بس موجود. أصوات المعتصمين التي خرقت جدار الصوت السرايا الحكومية جعلت رئيس الحكومة تمام سلام يرسل في طلب ممثلين عن الأهالي، فأبلغهم أن المفاوضات لم تتوقف حتى الآن، وأن المطالب التي تلقتها الحكومة تحتاج إلى وقت. أهم نقطة لإنجاح المفاوضات هي إيقاف التهديد بالقتل لأبنائنا. عندما يحصل هذا التطمين وهذا التعهد بشكل واضح يمكن للأمور أن تتدرج بالإيجابية، لكن طالما أرواح أبنائنا مهددة فمن الصعوبة بمكان أن تتقدم المفاوضات. مع ذلك نحن ننتظر الوفد القطري غدا، نأمل منه أن لا تكون له محطة في بيروت إلا فورا إلى عرسال. وأكد الأهالي أن تحركاتهم سوف تبقى مستمرة، مطالبين الحكومة بالتزام سياسة موحدة تجاه هذا الملف وعدم خروج بعض الأصوات الحكومية عن إجماع مجلس الوزراء لأنها تضر بمسار المفاوضات وتهدد سلامة أبنائهم. مبادرة النائب وليد جنبلاط تصل إلى بكفية في لقاء رئيس حزب الكتائب أمين الجميل. في إطار مبادرته المتواضعة على حد تعبيره، يواصل رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بمرافقة ابنه تيمور لقاءه مختلف القيادات اللبنانية والمحطة اليوم بكفية مع رئيس حزب الكتائب أمين الجميل. بعد اللقاء رفض جنبلاط التطرق إلى الملف الرئاسي، معلنا كما الجميل السعي للوصول إلى إطلاق مبادرة لتحصين مؤسسات الدولة والإدارة. يعني سنسعى مع الشيخ أمين للوصول إلى إطلاق ربما مبادرة متواضعة لتحصين المؤسسات، في مقدمها طبعا دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأساسية التي تحفظ الدولة والجمهورية. هناك يبدو ظروف أو مراهنات خارج الحسابات الداخلية، لا نستطيع أن نقفز في المجهول ويعني لا نشارك في الانتخابات، بالرغم من أن المشاركة يعني بالرغم من التمديد له أضرار، لكن لابد من الحفاظ على المؤسسة الأساسية وهي مجلس النواب. كان في تحذيرات مبارح من سفراء دول الكبرى أنه الأوضاع الأمنية لا تسمح بإجراء الانتخابات النيابية. لا أتكل على سفراء الدول الكبرى، يعني إذا يعني أفضل الله يسعدهم بهدهم، يمكن أحيانا بيكون أريح ما يفكروا في نزيري. ضرورة الحفظ بعض المؤسسات اللي عم بتعاني من هذا الفراغ، لازم نحصنها وندعمها حتى نحفظها للوقت اللي رح نكون بحاجة إلها. عم نفكر مع وليد بايك حول بعض الخطوات على تواضعها، إنما بهالوقت الضايع نقدر نخدم المواطنين ونحصن بما أمكن بعض المؤسسات بدءا بالجيش وغير ذلك من المؤسسات الأساسية في الدولة. شكرا. جنبلاط أكد أنه سيلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من ضمن جولته، فيما شدد الجميل في دردشة مع الصحفيين على ثبات الكتائب على موقفها الذي يضع الاستحقاق الرئاسي في أولوية واجبات مجلس النواب، رافضا الكلام عن إمكان حضور جلسات تشريعية تحت مسمى تشريع الضرورة، لأن هذا المفهوم مطاط ويهمش استحقاق الرئاسة. يودع لبنان اليوم العلامة السيد هاني فحص ويوارى جثمان الراحل عند 3 من بعد الظهر في مسقط رأسه جبشيت. السيد هاني فحص نجم أفل في زمن العتمة في هذا التقرير. عليك الجرح وانتصبي عبر الدنيا.
الاعتدال هو الحق والحقيقة، وصعب بس جاي. التطرف، العصبية، الانغلاق، إلغاء الآخر، هذا بمر بتاريخ الأفراد والجماعات عابر. سيد الاعتدال، السيد المشاكس، صاحب العمامة الحكيمة، تبقى الألقاب ويغيب وجه صاحبها. وجه مشرق من الشرق، خرج من أرض جبشيت الجنوبية عام 46 ودخل الدين من بابه المضيء، ففي عام 63 سافر إلى النجف العراقي حيث درس في الحوزة ونال إجازة في اللغة العربية والعلوم الإنسانية. عرف السيد هاني فحص كيف يمزج بين السياسة والدين، فبعد أن انتسب في بداياته إلى حركة فتح ترشح للانتخابات الفرعية عام 74 متحالفاً مع كمال جنبلاط، ثم عاد وترشح للانتخابات النيابية عام 92 في محافظة النبطية، لكن البرلمان لم يفز به نائباً عن اللبنانيين، كل اللبنانيين. فبقدر ما خطب في المساجد حاضر السيد هاني فحص في الكنائس، وقف دائماً إلى جانب الناس، فشارك في انتفاضة مزارعي التبغ عام 72، كما حاول التقريب بين مسلمي لبنان ومسيحييه من خلال عضويته في منتدى الحوار الإسلامي المسيحي، وهو عضو في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. إلى الدين والسياسة كثير من الفكر والأدب. أسس فحص المجلات والمنتديات وأنجز عشرات المؤلفات. أنا أحب الحياة لأن الحياة جميلة، حياة بدون حب صعبة، وحب بدون حياة وهم. هذا الجدل الجميل، كلما احتدم الكره والموت يصبح هذا الجدل أنشط في قلوب وعقول أهل الحب والحياة. أثارت أفكاره ومواقفه جدلية في لبنان، فهو عارض سياسة حزب الله وشجع شيعة لبنان على الانخراط في المجتمعات العربية، وظهر في مناسبات عدة خاصة بقوى 14 أذار، إلا أنه لم يفقد يوما احترامه من قبل الأطراف المتناحرة على ضفاف الوطن، فكان جسرا بين الهنا والهناك ونجما أفل في زمن العتمة. في الاستفتاء التاريخي على انفصال اسكتلندا الذي جرى أمس، أظهرت نتائج جزئية أولية تقدماً للمؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، وبعد فرز أكثر من 60% من الأصوات بلغت نسبة المؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة 54%، فيما أيد الاستقلال نحو 46%. ومن غلاسكو إلى إدنبرغ صوت حوالي 80% من إجمالي عدد الناخبين البالغين أكثر من 4 ملايين بحسب آخر التقديرات، وقد تعين على هؤلاء الإجابة بنعم أو لا على سؤال وحيد، هو هل يجب أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟ هذا وتوقعت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما طفيفا لمؤيدي بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، متفقة مع استطلاعات سابقة أشارت إلى أن أغلبية كبيرة ستصوت لصالح رفض الاستقلال. بعد الفاصل، أهالي المفقودين أمام السرايا أيضا. أهلا بكم من جديد. سلسلة اعتصامات مطلبية في هذا التقرير. اعتصم مفتشون من التفتيش المركزي أمام السرايا الحكومية لمطالبة الحكومة بإقرار مرسوم ترفيعهم من الفئة الثالثة إلى الثانية، وشددوا على ضرورة الإفراج عن هذا المرسوم الملقى في الأدراج منذ 12 عاما. منذ أكثر من 12 عاما يعاني المفتشون المعاونون من معضلة ترفيعهم من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، خلافا للعشرات من موظفي الإدارات العامة الذين تم ترفيعهم خلال السنوات الماضية. المعنيون الآن 45 مفتشا معاونا من المفتشيات العامة التابعة لإدارة التفتيش المركزي، وهم المتبقون من أصل 69 مفتشا معاونا نجحوا في المباراة المسلكية المؤهلة لترفيعهم منذ العام 2002. تجدر الإشارة أن الموضوع لا يرتب أي أعباء مالية على الخزينة، إذ لا زيادة تلحق برواتبهم. نفذ الناجحون في مباراة وظيفة كاتب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاماً أمام مبنى الصندوق للمطالبة بإدخالهم في الملاك بعد تأخير 22 شهراً. من أصل 11,000 مرشح 300 ناجح فقط، 100 ما زلنا على لائحة الانتظار. لماذا؟ لماذا ما زلنا على لائحة الانتظار رغم كل هذا الشغور في الضمان ومراكزه؟ في معاملات عم تضل من شهر لشهر، في 1,300,000 مضمون. نحن بدنا نساعد هالشعب،
إذا في خلافات طائفية، إذا في خلافات سياسية نحن ما خصنا فيها. نفذ موظفو شركة طيران عبر المتوسط TMA اعتصاما أمام مقر الشركة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، حيث طالبوا بدفع رواتبهم التي لم يقبضوها منذ 3 أشهر. عاملين الاعتصام نحن بشان قلنا 3 أشهر ما قبضنا، شهرين ونص شهر 13 ما قبضنا معاشات. ونحن عم نتطلع انه موجوعين نحن، وعم نتطلع انه الشركه عم تقول انه خسراني 220 مليون دولار. بس نحن عم نسال نتساءل انه هال 220 مليون، هل الموظفين ال 158 موظف او 148، ما بعرف صاروا 148 موظف، هل اللي ضيعوا 220 مليون؟ الاعتصام الثاني لموظفي TMA، وللمرة الثانية يغيب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي يكون موظفا في الشركة. وأهالي المفقودين في الحرب الأهلية يتحركون أمام السرايا الحكومية، ورئيس الحكومة تمام سلام يتعهد أعطاء الأهالي ملف التحقيقات الكامل ضمن مهلة لا تتعدى الاثنين المقبل. في تحرك من شأنه أن يذكر المسؤولين بقضية مفقودي الحرب الأهلية ويحثهم على التحرك الجاد في هذه القضية الوطنية، عاد أهالي المفقودين إلى الشارع والاعتصام في ساحة رياض الصلح على مقربة من السرايا الحكومية للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم. هذا التحرك الذي أراده الأهالي وقفة أسبوعية كل يوم خميس، استطاعوا من خلاله انتزاع موافقة من الحكومة تقضي بإعطائهم ملف تحقيقات لجنة الاستقصاء التي ألفت عام 2000 للتحقيق في هذا الموضوع. تعهد رئيس مجلس الوزراء السيد تمام سلام أنه يعطينا نسخة عن كامل ملف التحقيق اللي عملته اللجنة الرسمية سنة 2000 تنفيذا لقرار مجلس الشورى الدولي بدون أي انتقاص ولا استثناء ولا تقييد. فنحن رح نضلنا مواكبين، ويمكن يعطونا إياه قبل التنين، بس أقصى حد هو التنين. فنحن سنبقى نواكب هيدا الخبر، ومجرد نستلم التقرير رح فعلا نرجع نخبركم، ومنكون خطينا خطوة كبيرة للاستكمال، مش تنرتاح، مش تنقعد ببيوتنا، عنا كتير شغل بعد ناخد التقرير، بدنا ننفذ ونشوف شو في بقلب هالتقرير. نحن طموحنا نوصل لتقرير لجنة فؤاد السعد، نحن طموحنا نوصل لتقرير اللجنة اللبنانية السورية المشتركة، نحن طموحنا نوصل لكل المعطيات والمعلومات اللي موجودة لدى أجهزة الدولة اللبنانية لمساعدتنا على حل هالمشكلة اللي عمرها سنين طويلة. كل خميس نحن هون حتى فعلا يوصلنا حقنا. وكان الأهالي قد منعهم الأمن من الوصول إلى السرايا، لكنهم أكدوا تصميمهم على المضي في هذه القضية حتى خواتيمها. زحمة في مركز بئر حسن لتسلم الإفادات المدرسية. هكذا ينتظر الأهالي والطلاب استلام الإفادات المدرسية. هذا المشهد صور صباح الخميس في مركز بئر حسن، حيث ينتظر المواطنون ساعات تحت الشمس من دون أن يعني ذلك بالضرورة حصولهم على الإفادات. كم مرة صرت جاي لهون؟ شي 4 مرات. شو جاي؟ جاي بدي صدق، بس بدي صدق إفادة مش أكثر يعني. ساعة بقلنا المدير ما بديش يشوفنا، وساعة خلص زهق مننا وبطل إله خلق ودوامه خلص، يعني ما بيصير هيك. نحن كمواطنين لبنانيين من حقنا على القليل يحترمونا ويحطونا شيء بالشموس منوقف وخلص دوامنا. ليه بعد صارت الساعة 12 ليخلص الدوام؟ ليه ما في دوام معين بالدولة لأي ساعة، من أي ساعة لأي ساعة بيدوم من الموظف، ولا بيجي على ذوقه بيروح على ذوقه؟ وناشد الأهالي كما الطلاب المعنيين إيجاد حل لجعل آلية تسليم الإفادات أكثر فعالية. أعلن رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد الوثيقة السياسية للقاء الوطني الذي يضم عددا من الشخصيات السياسية، مشددا على ضرورة الانطلاق من منظور وطني وقومي تفرضه المخاطر المحدقة بلبنان في ظل وجود استراتيجية تهدف إلى تفتيت الشرق الأوسط. منطلقات اللقاء الوطني: أولها الانطلاق من منظور وطني وقومي تفرضه المخاطر الجسيمة المحدقة بلبنان
وبالوطن العربي وبالأمة جمعاء. ثانيها وجود استراتيجية أمريكية غربية معلنة تهدف إلى تفتيت وتقسيم منطقة الشرق الأوسط في غير مصلحة العرب. ثالثها إن خبرة نصف القرن الماضي تؤكد أن تحصين الأمن القومي العربي رهن بتعزيز التنسيق والتعاون والتضامن العربي على المستويات كافة، كما إن المبادرة تسعى إلى تحصين الأمة في وجه زحف شديد التطرف يستتر بالإسلام والدين منه براء، ويشترك مع الزحف القادم من الغرب في العداء للعروبة والإسلام. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. عقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد وفد تجمع العلماء المسلمين أن ما تقوم به الجماعات التكفيرية هو عمل لا يمت إلى الإسلام بصلة، وهو مناقض لتعاليمه ومفاهيمه. أيدنا الموقف الذي اتخذه دولة الرئيس برفض التمديد للمجلس النيابي، لأن ذلك يتناقض مع أبسط القواعد الديمقراطية، وليكن خيار الشعب هو الحاكم الحقيقي في تركيبة المجلس النيابي المقبل. والتقى بري رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري. الوضع الأمني والمعيشي في عرسال، عرضه رئيس الحكومة تمام سلام مع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الذي زاره على رأس وفد من نواب البقاع وتيار المستقبل. وقد أبلغ الحريري الرئيس سلام توجيهات الرئيس سعد الحريري في وضع الإمكانات في تصرف الهيئة العليا للإغاثة، خصوصا فيما يتعلق بالوضع الإنمائي والحياتي في عرسال. وطلع سلام من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على مستجدات ملف العسكريين المفقودين وعلى آخر الاتصالات الجارية في شأنهم. وصل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريال استقبال مزيد من المهنئين، حيث أمت دار الفتوى شخصيات سياسية وروحية تمنت له التوفيق في مهمته الجديدة. استقبل وزير الطاقة والمياه أرتير نظريان السفير الروسي ألكسندر سبيكن، وجرى البحث في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه والسدود والنفط. تسلم اللواء اللوجستي في الجيش كمية من الأسلحة والذخائر المختلفة عبر مطار رفيق الحرير الدولي بحضور عدد من الضباط ومن مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي في لبنان. وتأتي هذه الدفعة ضمن إطار برنامج المساعدات الأمريكية المقرر للجيش والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. ناشد رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري الدولة القيام بما يلزم والجماعات المسلحة التي تحتجز عناصر قوى الأمن والعسكريين أن تطلق سراح الجميع كبادرة خير تجاه النازحين السوريين في عرسال وتجاه أهالي البلدة. أهل عرسال ناس كلهم عمال. أنا بطلب من قائد الجيش، هذا كلام لرئيس الحكومة ولقائد الجيش مباشرة، نحن منشدهم. أهل عرسال جميع عمال، مناشر ومقالع، كل ناس تعرف 90% نحن من معاشتنا هي المقالع والمناشر. على بعض الناس عم يبعثوا تقارير انه عم ياخذوا مزوت لداعش وعم ياخذوا مزوت للدوله الاسلاميه اما لجبهه النصر، انا بدي اقول لهم لا، هذا التقارير كلها تقارير كذب. كل واحد عم ياخذ برميل مزوت معه عم ياخذه لجرافته وعم ياخذه للمولد المنشره. رفض رؤساء بلديات عكار فكرة إنشاء مخيم للنازحين السوريين في عكار، وذلك خلال لقاء جمع بلديات عكار مع المحافظ عماد لبكي في مكتب نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس في حلبة بحضور مدير أعمال عصام فارس سجيع عطية ومدير مكتبه عصام بيطار ورؤساء اتحادات بلديات عكار. بعد الفصل بتير تنتصر على جدار الفصل. بث تنظيم دولة الإسلامية شريط فيديو يظهر فيه المصور الصحفي البريطاني المختطف جون كانتلي، وهو يعلن أن التنظيم المتطرف أسره بعد وصوله إلى سوريا في تشرين الثاني قبل عامين. وشريط الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب يظهر فيه كانتلي الذي تعاون مع صحيفتي ساندي تايمز والسن ووكالة الصحافة الفرنسية، وهو يرتدي بزة برتقالية اللون جالسا خلف طاولة ويتحدث مباشرة إلى الكاميرا مؤكدا أنه بين أيدي الدولة الإسلامية، وأن هذا ظهور هو الأول له في سلسلة حلقات مقبلة.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أنه ما من مخططات ملموسة لمهاجمة الولايات المتحدة، وقال سنلاحق مقاتلي داعش في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن ليس هناك تنسيق عسكري مع الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب على داعش. بدوره أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه وافق على شن ضربات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، موضحا أن فرنسا لن ترسل قوات على الأرض. وقال أولاند: قررت رد على طلب السلطات العراقية لمنحها دعما جويا في مواجهة الجهاديين، لكننا لن نذهب إلى هناك ولن نتدخل جويا إلا في العراق. الدولة الإسلامية تدخل بيوتكم إلكترونيا. تنظيم الدولة الإسلامية يدخل بيوتكم اليوم عبر لعبة إلكترونية أطلق عليها اسم صليل الصوارم، تماما كما دخل في السابق الاتحاد السوفيتي بيوتكم بلعبة الريد أليرت، والقوات الخاصة الأمريكية بلعبة الدلتا فورس، وعمليات مكافحة الإرهاب باللعبة الأشهر كاونتر سترايك. وقد أصدر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو ترويجيا للعبة صليل الصوارم الإلكترونية التي تحاكي اللعبة العالمية جراند ثيفت أوتو، وقال إن من المقرر أيضا أن تبصر النور قريبا. الفيديو يعرض صورا لتفجيرات وعمليات قنص وإطلاق نار عشوائي على المارة في أثناء القيادة، في تطابق لما شهدناه من صور لعمليات إرهابية قام بها التنظيم في سوريا والعراق، وهو الذي افتتح المشاهد برسالة تقول: ألعابكم التي تصدرونها نحن نمارسها في ساحات القتال. طريق الحياة فبين اقتهام يبيد الطغى وكثير صوت جميل صدى. الله أكبر. التكبيرات يطلقها عناصر اللعبة بعد كل إصابة أو تفجير أو اقتحام ناجح، ويستطيع عناصر التنظيم كما في اللعبة الأصلية سرقة السيارات والاعتداء على المارة وسماع الأغاني عبر مذياع السيارات، ولكن في هذه النسخة لن تسمع سوى الأناشيد الجهادية التي يصدرها التنظيم. نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتهام يبيد الطغى وكتم صوت جميل. بعد إدراجها في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، قرية بتير تنتصر على جدار الفصل العنصري وتحبط مخططات العدو الصهيوني لتزييف التاريخ والجغرافيا. تقرير نزار حبش. على الخط الأخضر الفاصل بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 48 حكاية انتصار جسدتها قرية بتير في محافظة بيت لحم. انتصار بدأ بإدراج القرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ووضعها تحت الحماية الدولية، وتكلل مؤخرا بإنقاذ 4000 دونم من أراضيها بعد نضال طويل في محاكم العدو أسفر عن تعديل مسار الجدار العنصري بعيدا عن أراضي القرية. عقدت المحكمة جلسة وأصدرت قرار بمنع إقامة الجدار في قرية بتير بعد دخولها على لائحة التراث العالمي، لأنها أصبحت محمية دولية تعتبر ولا تستطيع إسرائيل انتهاك هذا القرار. هذا يوم فرح وهذا يوم جميل في تاريخ فلسطين، كان سيلتهم جميع هذه المدرجات التاريخية، هذه المدرجات مبنية أيام الكنعانيين ووارثها الرومان ووارثها الإسلاميين، كل الحضارات مرت على هذه المدرجات، كان سيهد يعني الجدار سيلتهمها جميعها ويخترق أراضي القرية من الشمال إلى الجنوب. بتير التي يبلغ عدد سكانها 5000 مواطن تشتهر بكثرة الوديان المائية العذبة والمصاطب الحجرية الخلابة، وتتميز بتدفق المياه عبر نظام ري تاريخي يعود للحقبة الرومانية، إضافة لمجموعة من المقامات والقلاع الكنعانية والرومانية. ويوجد في القرية طريق للسكك الحديدية أساسه سكة حديد الحجاز التي ربطت بين يافا والقدس وشيدت في زمن الإمبراطورية العثمانية، لكن هذه السكة تهودت وباتت مخصصة لقطارات العدو. إسرائيل كعادتها تحاول أن تزور التاريخ والحقائق، تحاول أن تجعل هذه الأراضي هي أراضي الميعاد القديمة الموعودين فيها، ولكن في الحقيقة هي أراضي عربية كنعانية فلسطينية منذ الأزل حتى اليوم.
وانضمت بتير على لائحة التراث العالمي المهدد في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورته الأخيرة بالعاصمة القطرية الدوحة، فيما تؤكد وزارة السياحة الفلسطينية أنها ماضية في إدراج 20 موقعا آخر على لائحة التراث العالمي المهدد أملا بحماية هذه المواقع. يعني الآن هي مسؤولية اليونسكو، وعلى اليونسكو أن تحمي هذا الموقع، ونتمنى أن تنجح اليونسكو مع العالم بأسره في حماية كل ممتلكاتنا الثقافية، وعلى رأسها الممتلكات التي هي على لائحة التراث العالمي أو على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، واللي هي حوالي 20 موقع. ويشار إلى أن العدو يشن عدوانا قديما جديدا على كل الأماكن الأثرية في فلسطين لمحاولة تزوير تاريخها الضارب في عمق التاريخ والاستفادة منها اقتصاديا على المستوى السياحي بعد مصادرتها. بحجارتها العتيقة التي شهدت حقبات وأجيال وبصمود أهلها الأسطوري، استطاعت قرية بتير أن تنتصر على كل سياسات العدو الهادفة لتهجير الفلسطيني عن أرضه والقضاء على كل موروثه الثقافي. إنه صراع الوجود بين غزاة مهاجرين وأصحاب الأرض الأصليين. من قرية بتير في محافظة بيت لحم، نزار حبش، قناة الجديد. عناوين صحف اليوم الجمعة 19 أيلول، والبداية مع النهار. داعش اجتاح 21 قرية كردية في حلب، والبنتاغون أنجز خطط ضرب التنظيم في سوريا. اتصالات أجلت قتل عسكري والمفد القطري في بيروت اليوم. مجلس الوزراء بدأ بمزايدات وانتهى بتسوية توقيع المراسيم. معارك الحوثيين والإخوان في أحياء صنعاء، والجيش انتشر في محيط القصور الرئاسية. استطلاع يظهر تصويت الاسكتلنديين على البقاء مع التاج البريطاني. ننتقل إلى السفير. النازحون قنبلة تهدد لبنان بالانهيار. هل تتحاور بيروت ودمشق قبل فوات الأوان؟ داعش يشعل الشمال السوري بتواطؤ تركي. غزو للقرى الكردية يهدد بمذبحة ويستبق حرب التحالف. هاني فحص السيد. مستقبل نتنياهو على المحك. الليكود يتداعى والخلافات تستعر. في الأخبار، الحكومة لا مشاركة في التحالف ولا مخيمات للنازحين. هل يفك حزب الله أسرى المخطوفين؟ هاني فحص عابر للهويات والعقائد. اسكتلندا تنتصر، استقلال أو استقلالية أكبر؟ إلى الأنوار، الجميل وجنبلاط، اتفاق على دعم المؤسسات وخلاف على الانتخابات. عودة يهنئ دريان. لبنان فقد العلامة هاني فحص. النواب الأمريكيون أقروا تسليح المعارضة السورية. السيسي يستعرض قوات التدخل السريع المصرية. في الديار، غارات جوية أمريكية ضد مراكز تدريب لداعش في العراق، وألمانيا أنهت استعداداتها. كاري، داعش يصدر النفط عبر تركيا أو لبنان، وأولاند لن نشارك بريا. تنظيم الدولة يجتاح 22 قرية كردية شمالي حلب، وتركيا تنفي المساعدة. مبادرة جنبلاط الانتقالية، عون رئيسا لسنتين و14 أذار ترفض. وزراء 8 أذار انتقدوا المشاركة في مؤتمري جدة وباريس. المفاوضات شاقة وصعبة ولا تطمينات بشأن العسكريين المخطوفين. في صحيفة المستقبل، الحكومة تخطط حرب التواقيع، والمشنوق يكشف للمستقبل إقفال باب النزوح الشهر المقبل. تهديدات داعش معلقة ومفد قطر في بيروت اليوم. رحيل العلامة الفارقة للاعتدال والانفتاح. أولى الغارات على مركز تدريب لداعش، وفرنسا تشارك بقتاله في العراق حصرا. واشنطن تفتح الملف الكيميائي للأسد. في صحيفة البناء، البنتاغون ينصح بتفادي الغارات على داعش في سوريا. قلق جعجع والحريري من تفاهم عون وجنبلاط. 24 ساعة لمفاوضات العسكريين و48 للجلسة التشريعية. وحدات الحماية في عين عرب تطلب دعم العمال الكردستاني. تشوركن على واشنطن التنسيق مع دمشق لإنجاح تحالفها ضد داعش. في صحيفة اللواء، مجلس الوزراء ينجو من فخ المراسيم ويتوحد وراء مكافحة داعش. الوسيط القطري اليوم لتجديد هدنة سلامة العسكريين، وجنبلاط لإبعاد المؤتمر التأسيسي. الحريري مرتاح لخطابات تنصيب المفتي، إسقاط الدعاوى وقبان باق في تلة الخياط. داعش يجتاح 21 قرية كردية سورية. الثوار يتقدمون في دمشق، ومجلس الشيوخ يقر دعم المعارضة. السيد النجفي المتحرر. في البلد اليوم، عرسال على صفيح ساخن وأهالي العسكريين يصعدون.
بين المخطوفين والمفقودين. أكراد سوريا يطلبون المساعدة والكونغرس يدعم المعارضة. واشنطن تغير على معسكر لداعش. إلى الجمهورية صرف النظر عن مخيمات النازحين. في انتظار المفاوض القطري. ننتقل إلى الحياة. انقسام الرأي العام حول خطر التنظيم وتمديد حبس 4 متعاطفين دواعش الكويت ينفون مخالفة القوانين. طلب من الثاني تشكيلها من 10 شخصيات غير مثيرة للجدل. البرلمان الليبي يفرض حكومة أزمة. الحوثيون يحاولون احتلال جامعة الإيمان في صنعاء. تهديد داعش بقتل عسكري لبناني يسرع تحركات الأهالي التصعيدية. وأخيرا مع عناوين الشرق الأوسط، إحباط مخطط لسرقة البنك المركزي في شبوة، معارك دامية في صنعاء والحوثيون يشترطون منفذا بحريا مستقلا. وزير الخارجية العراقي: نتفهم موقف تركيا ونرفض القوات الأجنبية. الجعفري للشرق الأوسط: اجتماع جدة شكل منعطفا مهما ودور إيران مشرف. فرنسا تعلن مشاركتها في الضربات الجوية. حكومة العبادي تفشل في حل عقدة الدفاع والداخلية. والآن تذكير بعناوين النشرة. مجلس الوزراء يتخطى أزمة توقيع المراسيم. والحكومة أسيرة أهالي الأسرى. كان في الخاص: البيئات الحاضنة بحاجة إلى حاضنة. سوريا ثروة أحسن منها، بدك أكثر من هيك. في بكفية أيضاً: لا حديث في الرئاسة. سنسعى مع الشيخ أمين للوصول إلى إطلاق ربما مبادرة متواضعة. داعش تحاصر قرى كردية شمالي سوريا والكردستاني يعلن النفير. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.